طيب، ومحمد الفعوري سأل مجموعة من الناس هذا السؤال، إنه لو معك مصاري بتتجوز واحدة تانية؟ خلينا نشوف شو كانت الأوضاع. وضعك المادي مرتاح، ومرتك ما شاء الله عليها كويسة، تتجوز الثانية بصراحة؟ والله لو مو مرة، لو تكون فستق همين وجميلة حيل، ما بدلها بالأثر مالها طبعا. لا، ليش تتجوز مدام مرتاح أنا وياها؟ ليش تتجوز؟ لا والله، إذا في إمكانية ليش، لأنهم حلوين. السبب إنه مشان أولادي وما أولادي، والقديم ما بتلاقي زيه. مرتك كويسة وبنت على مناس ما شاء الله عليها، وفي معك قروش، تتجوز واحدة ثانية؟ والله طبعا لا، مرتاح مرتاح اكيد. لا انا مرتاح انا وياها، ليش بدي اتجوز يعني مرة ثانية؟ ممكن بس ما تخليش زوجتي تسمعنا. لانها كويسة معي، ليش اتجوز؟ لا، لو في قروش، لو شو ما يكون، لا في قروش بس بديش اتجوز ولا مرة، ما بتجوز عليها. ايش السبب؟ لانه انا مبسوط في حياتي معها. مرتك كويسة؟ ووضعك المادي كويس؟ بصراحة تتجوز الثانية؟ أنا متجوز الثانية وبدور على الثالثة. أتمنى من الله أنا أموت أنا قبل الزوجة. المبرر اللي بيخلي الرجل يتجوز ثانية؟ المرة معاي بعدين تضربني. بتجوز؟ نعم. إيش السبب؟ السبب إنه ربنا حل الأربعة، وهيك الدين، وهيك الواحد بخفف من نسبة الطلاق اللي بالبلد. لا والله لا، لاني مرتاح. الله يريح بالي وبالك يا الله، تفضحناش الله يرضى عليك. من الاشياء الحلوه اللي، او من الاشياء المضحكه اذا يعني جاز التعبير، اللي حصلت معي امبارح وانا عم بدور بموضوع تعدد الزوجات، انه في هاشتاج اسمه الزوجه الثانيه تطيل العمر. الله. صح. طيب تعليقك دكتور عن جد على الهاشتاج ولا لا؟ مش على الهاشتاج، على اللي كنا عم نسمعه من الجمهور. طيب. برضو يعني هذا يمثل، يعني في جزء من المجتمع ايضا يفكر بهذه الطريقه. خلينا نوقف بس وقفه متانيه، يعني انا مش عارف ليش فاعوري بس سأل الرجال، يعني كان ممكن انه يسال مثلا مجموعه من السيدات، كان ايش يقولها مثلا، كان ممكن يسمع انه مثلا شو وجهه نظرك. يعني انا عم احضر حلقات كثيره على اليوتيوب، مثلا في جمعيات عم تخرج تشجع على تعدد الزوجات ولو بدون سبب، بس من باب تخفيف العنوسه. وهذا واحد اللي حكى انه مثلا تخفيف حالات الطلاق. بالضبط. احنا بس نسال سؤال، اذا كنت مقتدر ماليا ليش ما تزوج شاب مو قادر يتزوج مع بنت؟ تماما. فانت الان مش انت هدفك تخفف العنوسه زي ما تحكي؟ تفضل زوج لنا هالشباب اللي محتاجين يتزوجوا، ونخفف هيك من عدد مثلا عدد الشباب اللي محتاجين يتزوجوا، والبنات اللي حابات يتزوجوا، اذا كنت انت حابب فعلا هذا الشيء. نعم. وحاب تشتغل عليه. نعم. تماما. هذا شيء كثير مهم. طيب خلينا نوقف بس عند كلمه كثير مهمه، العدل. موضوع العدل في قضيه في الذهاب الى الزوجه الثانيه، وهذا شيء كثير مهم. حيجي حد يحكي لي بس القران حكى ولن تعدلوا. ممتاز. عشان القرآن لما يحكي لك ولن تعدلوا، هو يحتاج منك لما فتح لك هذا الباب، باب التعدد، عشان يحكي لك أنت تذهب إليه مضطرا. كلنا نتفرج على سترة النجاة بين أدين المضيفة ونحكي إن شاء الله ما نحتاجها، ولكن تكون منتبه ومركز معها عشان إذا احتجتها تحتاجها بشكل صحيح وما ينقلب السحر على الساحر. هذه قضية. نجي على قضية ثانية، ولما نحكي مثلا في موضوع، وعجبني هذا الزلمة العراقي في هذا الإيقاع الجميل. هذا كان عجب بمثل. نعم. ليه؟ لأنه الآن هو مباشر لما أجا فكرة التعدد ما أجب باله مباشرة شهوته، ما أجب باله مباشرة توسيع نفوذه، أول إشي أجب باله شو؟ الزوجة الأولى. أيوة. طب شو رح يكون موقفي وموقفها في اللحظة اللي أنا أقرر فيها أتعدد وما في حاجة لهذا الأمر؟ إذا لما نتطلع بعين عليها ونتطلع على وقفتها معنا، ومرات تطلع على بعض حالات التعدد انها تكون بعد سنوات طويله قضتها معه، حرقت زهره شبابها معه، سواء كان مسافر طبعا او كان موجود. تمام. بعدين يجي يحكي لك طب انا شو ناقصني، بدي اشوف حالي. تمام. فانا اظن انه هنا انا احتاج لوقفه متعينه عند كلمه بدي اشوف حالي. خلينا نجي على موضوع السفر. في واحد يجي يحكي لنا مثلا طيب ما انا مسافر وانا احتاج، وانا دائما مسافر وانا احتاج لامراه، يعني وشو رايكم اروح ازني يعني ولا اروح اسوي خطا؟
هنا نجي نسأل إحنا سؤال بسيط جدا، نقول له إن كان فعلا كثير أنت حريص على هذا الموضوع، عمر بن الخطاب ذات زمان لما كان يسير في طرقات المدينة سمع زوجة تئن وتقول شعرا في الحب أنه عن غياب زوجة عنها، فما رأى عمر بن الخطاب نادى عليها وعزرها ولا نادى عليها ويعني وسمعها كلمتين؟ أبدا، مباشرة ذهب إلى إحدى محارمه وسألها، قالها كم تصبر الزوجة على بعد زوجها؟ فقالت له قدر معين، فذهب في الجهاد يعني ذهب في الغزو في الجيش وقال لهم القدر معين وبعدين كل تعملوا زي الشفتات بين بعض ويرجع كل واحد لزوجته. أيوة. شوفي شوفي كيف الفقه، شوف لما يكون الواحد لما بده يفكر من أجل أن يحل مشاكل وما أجى حكى له طب ما هو رايح يجاهد اصبري على بعده ابدا واجى لبى، لذلك نقول له ضبط امورك ورتب وقتك، اما تاخذها معك على الدوله اللي انت رايح لها فيها او رتب امورك بحيث انك بين الفتره الثانيه وتجي. ليش هي تتحمل يعني مثلا لما بيسافر الزوج هي بتتحمل مسؤوليه البيت، مسؤوليه الاولاد، مسؤوليه التربيه لحالها وبتتحمل البعد يعني، وبعد ما تتحمل هذا كله يجي بلحظه من اللحظات تحكي لك ما هي تنكد علي. طيب ما هي ما عندها وقت تهتم بحالها، طب وانت ما هي تركت، ما هي اعطتك مساحه كويسه عشان انت تهتم بحالك وتصنع عقلك وتصنع مستقبلك وتصنع وضعك المالي، في اللحظة اللي هي كانت في أحوج ما تكون إليك جيت انت تعاملت بهذه الطريقة؟ دكتور يعني ملاحظة على اللايف على الفيسبوك على دنيا دنيا في مشاركات من سيدات بقولوا انه يعني اليوم عم بتقول واحدة من السيدات عم بتقول انه في كمان تأثير يعني أو دائما في تأثير سلبي لما يصير في تعدد زوجات وخاصة على الزوجة الأولى، إنه ما في زوجة أولى رح تقدر تتحمل وجود امرأة أخرى بحياة زوجها، فهذا رح يأثر سلبي على العائلة. عشان هيك لما نجي نحكي عن التعدد إحنا عم نقرأ الشيء السلبي، هل هو في سياق الترف ولا في سياق الحاجة؟ يعني هل هي ما بدها تعدد وبنفس الوقت هذا البيت محتاج لتعدد؟ شفتي محتاج، بس انا ما يقدر خليل هون عبر شاشه رؤيا يجي يحكي لفلان انت عدل انت لا ما تعدل. شو برايك لازم يكون الحال دكتور خليل؟ يعني هناك حتى في الدول العربيه والدول الاسلاميه هناك في احيان عقوبات تصل الى السجن مثلا. نعم. برايك يعني وما دام الناس عم تتوجه ومن الاسئله الاجوبه اللي شفناها انه موجود وبيقدروا وما حدا كان يعني كان جزء قليل منهم اللي بالفعل بمانع، شو برايك لازم يكون اذا انت بتقول انه لازم تكون هي اساسها العدل وهي زي ستره النجاه، يعني شو برأيك لازم يكون الحل؟ ممتاز، هنا في سؤال يجب أن ينهض هذا السؤال قبل ما أجاوب، والآن راح أجاوب. السؤال يقول كالآتي: إذا أجى هذا الزوج عدد على زوجته بدون معرفة الزوجة الأولى، نعم. بدون معرفتها، وإذا وتوفى بعد شهر من زواجه الثاني من قد ما دعت عليه الأولى يمكن فهو توفى ما تهنى تماماً، السؤال المهم هنا طيب أليست الزوجة الأولى راح تستيقظ على وجود زوجة ثانية وممكن يكون في أطفال وممكن يكون في الآن ميراث ممكن مشاكل، إذا وين الإنجاز هنا في الموضوع لما الزوجة الأولى ما عرفت تماماً؟ هذا كثير مهم وهذا سؤال أنا أطرحه. إذا لما تقدم البعد الفقهي لأن يجوز هذا شرعاً جائز أنه يتزوج بدون الأولى ما تعرف ماشي، لكن أخلاقياً ينفع؟ طب إذا تناقضت الأخلاق تماماً مع الفقه مع الحكم مين نقدم؟ كيف نقدر نجمع بينهم؟ عشان هيك نجي للحل. يجب على الدولة، أنا أقول كلمة يجب طلباً، يجب على الدولة أنها تمأسس موضوع تعدد الزوجات. كيف يعني؟ يعني نفس دائرة قاضي القضاء أو الجهة المسؤولة عن موضوع الزواج تماماً وعمل هذه العقود لازم يعملوا دراسة حالة من مجموعة من الخبراء والمختصين لهذا الشخص اللي بده يعدد، يجلسوا معه ويعطوا فترة للزوجة الأولى إنه زوجك بده مثلاً يعدد وحالته تسمح، ويعطوها فترة تقريباً 6 شهور، وهذا مثال تماماً عشان يشوفوا بلكي هذا البيت انصلح بعد ما ذهبوا إلى هذه الخطوة تماماً وحسوا إنه في حاجة. الأمر الثاني هذه المؤسسة تجي مع هذا الرجل وتقعد معه تشوف وضعه الاقتصادي كيف، تشوف وضعه النفسي والعقلي كيف، تشوف وضعه الاجتماعي كيف، تحس تشوف وضعه الأسري هل هو قادر، طب إذا كان هو سبب فشل الزواج الأول هل ينفع إنه تتورط فيه زوجة ثانية وتنبلي فيه واحدة ثانية دعوة أنه هو ممتاز ودعوة أنه ما عنده مشكلة، إذن عشان نحل موضوع المجازفة في التعدد وما ينقلب السحر على الساحر يجب على الدولة أن تتبنى موضوع التعدد من خلال ضبط هذا الموضوع من خلال خبراء، وتجي على هذا الشخص تحكي له لا أنت ما ينفع تعدد لأنك أنت إذا عددت حتكون المشكلة أكبر، لكن من يقول هذا ليس خليل عبر الشاشة وإنما عبر لجنة تجلس مع هذا الشخص وتعطي فترة سماح للزوجة الأولى بحيث أنه حيكون في تعدد عشان يكون الموضوع فعلا حل وما يكون الموضوع عبارة
عباره عن مشكله كبيره جدا. اوكي ام عبد الكريم بتقول اذا في سبب مقنع يتزوج لانه في نساء تصرفاتها لا تطاق. يا ام عبد الكريم. وفي سهى بتقول للاسف اغلب الازواج بتزوجوا بحجه تقصير المراه. وايضا في هناك عبير حاكيه عادي انا راضيه انه يتجوز زوجي. وهيفا بتقول اذا تزوج الرجل بدون سبب تعتبر انانيه منه. تماما. يعني هلا هنا يعني اذا بدك ردود فعل من النساء فهي ردود تماماً. فعل من النساء. بس بالنسبه لعبير اظن اللي حكت عبير ما عندها مشكله. ما عندها مشكله. اول شيء نتاكد انه هذا الاكونت صحيح. خلينا ندخل نشوف اذا نتاكد انه هذا الاكونت مزبوط ولا هذا يعني تماما. واذا كانت تحكي من خلال المزح احنا قابلين هاي المزحه معها، لكن من باب الجد هي وام عبد الكريم لما ردت عليها شام قالت لها ديري بالك. اذا واضح انه يمكن برضه شام هي مش مشكله. اذا هنا نوقف لما قالت ام عبد الكريم اذا كانت تصرفاتها لا تطاق. ايش يعني كلمه لا تطاق؟ يعني كثير مهم هذه المفردات الفضفاضه ان نضبطها من خلال التطبيق العملي من خلال الدراسه. لازم يكون في دراسه حاله ثم نقرر هل ينفع هذا الرجل ان يعدد او لا ينفع ان يعدد. كثير مهم. بحب اقول انه نحن كمان بنستقبل اتصالاتكم، اذا عندكم اي اتصالات اي اراء بتحبوا تعرضوها او حالات بتحبوا تعرضوها. الدكتور خليل الزيود موجود معنا المستشار الاسري والتربوي لحتى يجيب على اتصالاتكم. تفضلوا، هاي رقم البرنامج عم يظهر حاليا على الشاشه. اوكي دكتور خليل، يعني واضح كثير من كل الحكي انه زي كانه يعني نحن عم نحكي انه المره مع زبته بتنكد عليه مش متفاهم معها وكانه هي يعني مش فاهمه مشتري لعبه او شيء. بس هو وين مسؤوليه الرجل بانه ينجح الزواج الاول او ما يعني الذي يعني فعله؟ هل بيكون الزواج الثاني حل لمشاكل في الزواج الاول؟ في شيء مهم، ما الذي فعله عشان ينجح هذا الزواج بالضبط؟ يعني نسال ما شو عملت، يعني شو الخطوات اللي عملتها علشان انت تنجح هذا الزواج تماما؟ شو عملت؟ يعني اعطينا خطوات عمليه. والله انا صبرت عليها. ايش يعني كلمه صبرت؟ الصبر خطوات عملية. ما هو كلمة الصبر جاءت من الصبار اللي ينبت في الصحراء. شو يعني؟ يعني ينبت في الصحراء بعز الشمس ولما تضغطي ولما تجي تجرحي هذا الصبار ينزل زي المي أو يكون عرقه أخضر، لأنه تكون الجذور تبحث في الأرض عن أي منطقة رطوبة. هذا اسمه الصبر. الصبر أنه أنا ماشي متحمل بس قاعد أدور على بدائل. هل أنت لما بلحظة من اللحظات تم مواجهتك وطلعت المشاكل في مشكلة هذا الزواج عندك، هل أنت حطيت خطوات عملية؟ لما نحكى أنه هي عصبية جدا لا تكون هي ردة فعل، يعني عصبيتها عبارة عن ردة فعل على تصرفاتك. ليكون مثلا والله هي ما طورت حالها وأنا أريد امرأة مثلا يعني تليق بعقلي وتفكيري ممتاز. هي جلست عند أبنائك ذات زمان لما بلشتوا مع بعض لما تخرجتم وكنتوا مع بعض تمام، وانت طورت حالك وسافرت واشتغلت وعملت أشياء كثيرة، ولكن على أرض الواقع انت هي ما طورت حالها لأنها هي حابة تجلس عند أولادك. فهنا في أسئلة كثير مهمة. روان من عمان أول اتصال معنا، أهلا وسهلا يا روان، صباح الخير. صباح النور، كيفكم؟ اهلا، تفضلي روان. هاي دكتور خليل. كثير شيق، فانا حابه اسال سؤال للدكتور. هو ما بدي لي هاي شخصيا بس انا بشوفه بمجتمعنا كثير بتكرر، الا وهو السؤال انه كثير مثلا في ازواج بعد ينزح مع زوجاتهم من باب المزح انه بيتزوج عليكي. امرات الزوجه بتزعل بس شوي شوي انه بيتكرر هذا السؤال بصير ياخذوه انه موضوع ايزي، وفعلا ممكن انه يتجرأ الزوج انه يتزوج على زوجته. شو التصرف الصحيح للزوجة لما زوجها يسألها هذا السؤال؟ مرات بمزح الرجل مع زوجته يعني بحكيها بدي أتجوز عليكي، هي بتاخدها مزح بس شوي شوي بتتضايق وهذا الإشي كتير بزعجها طبعا، وهي بصير مش هيك روان؟ شكرا روان. انه اللي عم برجع بعيد السؤال روان، نص المزح جد. انه هو بيحكي مزح بتاخده انه مزح، ولكن هي بتتأثر فيه وبتنزعج يعني من الموضوع وبصير متكرر، ومرات بيكون الموضوع سهل انه يتطبق طبعا. فشو بتنصح الزوجة تعمل بهيك حالة؟ اول اشي ما تقبل من البداية. تعرفي مرات عشان انت تمرق قرار او تمرق قانون معين او تمشي قضية انت ناوي تعملها بالمستقبل، فتبلش وتعمل تمهدلها في الحكي، فرمي الحكي. زي ست البيت الشاطر لما بدها مثلا طاولة سفرة بشهر 6 تبلش تلحن على الموضوع من شهر 1، فكل ما يمروا بشارع مكان يمروا من عند محل مفروشات فتضلي تحكي له بس خلينا نشوف، انا ما بدي اشتري، خلينا بس نشوف بعيوننا، شايف هذاك والله انا شفت عرض بتصير ترجع على الموبايل تبعته على الواتساب، بصير هو يدور بالضبط. فشو يعني فهنا تقليل الحساسية من الموضوع فيصير الموضوع عادي، فلما يجي بده يطبق لو كان في ردة فعل تكون اخف. لذلك اول خطوه هي ما تقبل هاي المواضيع حساسه، زي الزلمه اللي على لسانه كلمه الطلاق،
كل ما بده يحكي كلمة مثلا معينة، علي الطلاق وعلي الطلاق، هذه الكلمة لما تدرج على لسانك تصبح جزء من تشكيلة من تركيبتك في التعامل معها. إذا أول خطوة ما تق... يعني أنت ما تعامل الموضوع مزح، مو أنت برضو شو تعمل أنت في البداية؟ تأخذ الموضوع مزح، أي مين بده تقبلك أصلا؟ أي روح جرب وخليني أشوف بده تتحملك زيي. هذه الكلمات اللي أنت فتحت فيها مجال للحوار، أنت صار عندك قبول نفسي، فلذلك أول خطوة أنت ما تقبلي، توتري من هذا الموضوع، خدي موقف من هذا الموضوع. يعني لو سب على أبوك شو حتعملي؟ حتوقعه من الدنيا وتقاعديها، لكن إذا مرة مرتين ثلاث حتسمع المسبة وتحكي يلا الله يهديه. لا، من البداية نأخذ موقف، والأمر الثاني أنت ما تساعديه في هذا الموضوع. ثلاثة، لازم تصير تناقشي في حدية في هذه القضايا، أنه لا هذا الموضوع نهائيا ما ينحكى فيه، وهذا حق إليك أنه ما ينقلب الموضوع لمزح. تمام، يعني نايا هون عم بتقول بتوقع أغلب الزواج بيكون نزوة وبعدين بندم عليها، بتكون وحدة لفت عليه، يعني رجعنا عم نحمل كمان المرأة مسؤولية أنه هي اللي بتلف على الزلمة وهو ضعيف يا حرام وهو ضعيف. طيب، بالضبط، وبعدين بصحى من هذا الموضوع وإلى ما ذلك. يعني أنا كمان حاسة أنه يعني أيضا من التعليقات حتى السيد ذات عم بكونوا يعني قاسيين ربما على أنفسهم وعلى المرأة الأخرى، إنه عم بحملوا المرأة كل الوقت المسؤولية، هي اللي بتنكد، هي اللي بتلف على الزلمة، يعني وكأنه الرجل يعني ما عندوش أيوة يا حرام. معنا محمد صباح الخير. نشوف محمد من عمان. أهلا وسهلا محمد، تفضل. هاي دكتور خليل عم بيسمعك، تفضل. أهلا وسهلا صباح الخير. بس أنا حاب أحكي للدكتور إنه في نقطة مهمة خاصة للشعب الأردني، انه اغلب الازواج بخافوا من التعدد بس من زوجاتهم، انه خايف انا اتعدد عشان انا خايف من زوجتي الاولى، بس لانه بخاف من زوجته. وفي انه حاب احكي نقطه انه التعدد انا بلاحظ انه بصير الثنتين يتنافسوا على كسب رضا الزوج، بس حاب الدكتور يوضح لها النقطه. هل تقدر تعيد السؤال مره ثانيه سيد محمد؟ ايش النقطه الثانيه؟ في حاله التعدد انه الزوجتين بصيروا يعني بدهم يتشاطروا أني الأشطر حتى تكسب رضا الزوج، صح ولا لا؟ أوكي، شكرا لك. عم بيقول إنه وجهة نظر الرجل إنه لما يقولوا إنه لما بتعدد بصير التنتين يتنافسوا مين بدها ترضيه، فهو بصير سعيد أكتر. نعم. شو بتقول له؟ شوفي يعني برضو شوف، ما في حل لمشكلة، يعني إحنا نقول جاء التعدد علشان يعالج مشكلة واقعة، إحنا عم نتعامل خليهم عشان يصير يتنافسوا على إرضائي، مو ممكن يتفقوا مع بعض يعني يودوك لعند الثالثة. بس يعني الفكرة هذا واحد. الأمر الثاني وغاية الأهمية إن نجي هون نقول ننظر إلى زاوية نظرك للتعدد. إذا أنت يعني ما حدا حيمنعك، يعني بعد هذه الحلقة أكيد ما حيبطلوا الناس يعددوا، لكن إحنا عم نطلع ونقول انظر جواتك، هل أنت راح تظلم الأولى؟ إذا رب العالمين يقول في القرآن وعاشروهن بالمعروف، إيش يعني بالمعروف؟ أكل وشرب ونوم؟ لا، بالمعروف كل التفاصيل. أنت من جواتك عارف إنه أنت لما تذهب إلى الزواج الثاني، لما تعرف إنك أنت تروح لأي منطقة أنت عم تظلمها، هذا وين مقومات المعروف اللي نحكي عنها؟ من مقاصد الشريعة الإسلامية عم نحكي عن حفظ النفس تماماً، وحفظ يعني من حفظ النفس إنك تحفظ على هذه عقلها وما تحاول تخرب بيتها اللي حاولت اشتغلت عليه سنوات طويلة علشان تحافظ عليه تماماً. نعم. هذه نعم. قضية مهمة، وفي قاعدة فقهية تقول عنها لا ضرر ولا ضرار. ليه هذه القضية بس نستخدمها في القضايا العامة جدا، نستخدمها في تفاصيل حياتنا هنحس حالنا إننا عم ننجو. أم دانا من جرش صباح الخير. أم دانا أهلين. هلا أهلين صباح النور، كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافية. الله يسعدك، أهلا وسهلا. يعني الله يسعد هالقناة اللي هي متنوعة متجددة وحلوة كل موضوعاتها. أهلا وسهلا، تفضلي أم دانا. بدي أحكي لك بس بالنسبة للتعدد عنا كديننا إحنا، يعني ما خلى إحنا التعدد هيك اعتباطي أو ارتجالي، خلاه انه في له ضوابط، انها تكون المراه مثلا مريضه مرض مزمن، او انها تكون المراه ناشز، او ان المراه ما عندها قدره للانجاب، او تكون اي يكون الرجل مثلا عنده رغبه لكن هاي المراه الوحيده ما تقدر، وبعدين هب اساس التعدد ولن تستطيعوا ان تعدي ولو حرصتم. اذا في اساس العدل، لكن هل احنا رجالنا بيطبقوا هذا الكلام؟ بياخذوا الجانب اللي هم بدهم اياه، لكن حقيقه انه يطبقوا شرع الله في اللي طلبه واللي فرضه واللي حط اسباب له، ما بلاقي هذا الكلام انا، الا انه هو بس بقول لك لا ربنا حط لي اثنين وثلاثه، لا في ضوابط. اوكي، شكرا لك ام دانا. شكرا شكرا. ناخذ محمد من الامارات. كمان عندنا اتصال من الامارات. اهلا وسهلا فيك اخ محمد، صباح الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك، تفضل اخ محمد. بس سؤال على السريع بس، انت حكيت كحل يعني مثلا انه ممكن الواحد يرجع، ممكن تعلي صوتك شوي اخ محمد عشان يسمعك. نعم. دكتور خليل. نعم، بحكي كحل
الدكتور تفضل حكى انه كحل ممكن الواحد يلجأ للتعدد. الان بس هو بس يوضح الفرق بين انه واحد يلجأ للتعدد وواحد يلجأ للطلاق، تمام؟ والشغل الثاني بس كنت حاب احكي انه يعني بس الرجل يعني ينظر بس نظرة واحدة هيك لنفسه قبل ما ينظر لزوجته، يعني يعالج اذا كان هو عنده عيوب قبل ما يعالج عيوب مثلا عند زوجته وكذا بانه هو يعدد عليها او يطلق. وشكرا، يعطيكم العافية. شكرا لك. عم بيقول انه يعني انه يكون حل، ليش ما هو ينظر لنفسه قبل ما ينظر للزوجة، والفرق انه يروح انه هو حل انه التعدد حل، ليه ما يكون الطلاق هو حل تماما برضو، وانه ينظر لحاله قبل ما يفكر بالحل بالتعدد او الطلاق. عشان هيك احنا عم نحكي انه تعال حتى الطلاق، يعني انا بالنسبه لي ما احس انه في فرق هذا التعدد والخلع والطلاق. قلنا في البدايه اجت عشان تحل مشكله، قبل ما تقدم على اي واحده من هذول لازم تطلع هل انه كان من الممكن انه يكون في اصلاح قبل ما انا اصل لهذه المنطقه، هل ممكن انه انا محتاج اقعد مع حالي وفعلا اعرف انه انا عندي المشكله، يعني انا الرجل انه عنده المشكله في هذا البيت انه ما عم يزبط تماما، ليه انت تروح للزوجه الثانيه؟ طب تعال خلينا نحل، تعال خلينا نعمل برنامج، تعال راجع مستشار، تعال راجع متخصص، خلوا يحكي لك انت عندك 1 2 3 4، تعال نتعامل معهم عشان يكون عندنا القدره نوقف على رجلينا. هذا اذا انت فعلا بدك تحل المشكله، بس اذا كانت القضيه اعتباطيه انه خلص القضيه مزاج 70 حلقه زي هذه ما راح يخلوك تغير رايك، لكن نقول هل فعلا انت حريص على اصلاح البيت الاول؟ طب تعال خلينا نصلح مع بعض. اذا انت مو حريص حيكون عندك الطلاق حل، وحيكون عندك التعدد من الثانيه والثالثه والرابعه، وتشيلهم الاربعه وبرضه تروح تبلش من جديد علشان تاخذ الاولى، حيكون عندك كثير يعني ابواب انك تقدر تولجها اذا ما كنت بدك تحل. شكرا لك دكتور خليل الزيود. بس في واحده من التعليقات قبل ما نطلع بس بدي احكي فيها، اللي مش كانت عم تحكي انه انا لو متجوزه جوزي يتجوز علي عادي. أيوة. فبتقول واحده خبرتها قالت لها انه اصلا هي الزوجه الثانيه، فعشان هيك هي ما عندها مشكله انها تكون على يعني ممكن يجيها الثالثه يعني والرابعه. شكرا كثير دكتور خليل.